واللي بيشبه طقوس العلاج بالطاقة بأنها أشبه ما تكون بطقوس السحرة والعرافين البعيدة كل البعد عن العلم والمنطق، وإنهم بيمارسوها من خلال حرفة الكلام وبتلاعبوا بالألفاظ والصياغ. شادن احنا جاهزين. سلام، كنت عم بعمل شوية يوغا أو تأمل لأنه بدي أجذب $1,000,000 على بداية 2024. الصحة والنجاح والمال، هل يمكن جذبهم فعلياً؟ أعتقد أنه الإجابة على هذا السؤال غير محددة، أو غير محددة لا بالإيجاب ولا بالسلب، لكن في نوعين من العلم، علم الطاقة وعلم النفس. في علم الطاقة تبدو الإجابة على هذا السؤال منطقية، يعني أنك أنت قادر على جذب كل شيء بتفكر فيه. هذا العلم لا يزال شكوك حوله تحوم في الأوطان العربية، منهم اللي اعتبروه نوع من السحر والشعوذة وحكوا أنه معتقدات بوذية لا تتماشى مع الشيء اللي جاء في الإسلام. أما المختصين في علم النفس حكوا أنه خرافة ودجل وخزعبلات. شو هي حقيقته؟ وهل يصل إلى مرحلة العلم والاعتراف به كعلم مستقل؟ وليش لغاية الآن لم تقره منظمة الصحة العالمية؟ في الوقت اللي بيرفض فيه المختصين بعلم النفس علم الطاقة وجدوى علاجه، تتهم الكثير من الاختصاصيين هذا العلم المختصين في علم النفس بأنهم بيحملوا أدوات قديمة وما بيعملوا على تطوير أنفسهم. الناس اللي بتشتغل في علم الطاقة بيدعوا أنه أخصائيين علم النفس ما بيعملوا على تطوير أنفسهم وأنهم بيستخدموا أدوات قديمة. مدربين علم الطاقة بيدعوا أنهم أفضل بكثير من أطباء علم النفس، لأنه أطباء علم النفس بيستندوا إلى معلومات ونظريات قديمة، بينما مختصو علم الطاقة ورغم أنهم ما درسوا علم النفس لكنهم بيعملوا على تطوير مجال علم الطاقة لمساعدة الناس بما يتناسب مع واقعهم. قانون الجذب واحد من أبواب علم الطاقة والقانون الأكبر فيها، واللي بيتضمن إمكانية أنك تصبح ثري حتى لو كنت معدم وفقير. كل ما عليك هو أنك تطبق 3 قوانين: قانون الوفرة والاختيار والإيمان، بمعنى أنك لابد أنك تؤمن بأن هناك وفرة في الكون لحتى تصبح ثري على الرغم من ظروفك. الاختيار لأن الأثرياء دائماً اختاروا أنهم يكونوا أثرياء. لكن هناك الكثير من الاختصاصيين والباحثين اللي بيعتبروا هذا العلم وهم ودجل وأنه غير مثبت علمياً ومبني على تصورات عقلية وخيالات من طقوس ومعتقدات آسيوية من الشرق الأقصى. تم اختطاف هذا العلم من مسار العلم الصحيح اللي هو في الأصل يعود إلى الطاقة الشمسية والكهربائية والحرارية، واستخدموه لياخذ صبغة علمية وينخرط الناس في دوراتهم، والهدف بحسب قولهم مادي، واللي بيعتبروا المهتمين بعلم الطاقة غالباً ما بيلعبوا على وتر العاطفة من أجل المال. الإبر الصينية مثل العلاج بالطاقة أو ما يسمى الريكي، اللي بيقوم على تفريغ الطاقة السلبية لدى المريض وشحنه بطاقة إيجابية عبر جمل وتوكيدات ومفردات تحفيزية ذات طابع ومعاني تفاؤلية بتنعكس بحسب المختصين على الحالة النفسية للشخص، وعادة ما بتكون عبر جلسات لا تقل عن 20 دقيقة وما بتتجاوز 60 دقيقة، وأحياناً تستمر بحسب الحالة اللي بتم علاجها. الطاقة بحسب المتخصصين بهذا العلم هي قوة الحياة الموجودة داخل خلايا الإنسان اللي بيحمل طاقتين، واحدة سلبية وتانية إيجابية، والغلبة اللي بتنعكس على مشاعره بحسب اعتقادهم وحدة التكوين الأساسية في الكون اللي هي الذرة، ونحن جزء من هذا الكون اللي بنسبح في عالم مزدحم بالموجات. تتأثر أجسادنا بهاي الترددات من حولنا، ونحن جزء من هاي المنظومة الكونية واللي بنتأثر بكل شيء فيها، والأمر بحسب علم الطاقة بينطبق على المفردات والكلام السلبي أو الإيجابي. فالكلام عبارة عن ذبذبات بنتأثر فيها إحنا، حتى الحيوانات ممكن تتأثر بهاي الذبذبات. على النقيض، كل هذا غير مقنع بالنسبة للمتخصصين في علم النفس اللي بيعتبروا المهتمين بعلم الطاقة مجرد مشعوذين ومحتالين بيبيعوا الوهم، وبيدعوا إنه في ظل غياب الرقابة الحكومية ساهموا في انتشار أفكارهم، واللي ما بينفوا إنه تكون الطاقة مصدر للعلاج الجسدي أو النفسي، لأنها بحسب اعتقادهم هي أفكار، مجرد أوهام وخرافات وطقوس عقائدية وممارسات متوارثة لا أساس لها من الصحة، وإنه تأثيرها عقلي بالإيحاء
الإيحاء، وبتزرع هاي الأوهام اللي بتخيلها الإنسان وبيشوفها حقيقة، واللي بيشبهوا طقوس العلاج بالطاقة بأنها أشبه ما تكون بطقوس السحرة والعرافين البعيدة كل البعد عن العلم والمنطق، وإنهم بيمارسوها من خلال حرفة الكلام وبتلاعبوا بالألفاظ والصيغ، بيزعموا بأنها حكمة تنطق بها أفواههم، بينما هي فخ وقعوا فيه وانبهار بعقائد غير سماوية. ما بين علم الطاقة وعلم النفس يبدو أنه لا خط التقاء بين المهتمين في الطاقة والمتخصصين في علم النفس، على الرغم من أنه كل منهم بيسعى للوصول للنتائج ذاتها. فمتخصصو علم النفس بيقولوا أنهم يستندوا العلم من خلاله بيستطيعوا تشخيص المرض وعلاجه، بعكس التنمية البشرية أو الطاقة اللي بتعتمد على تدريبات وتجارب شخصية ونتائجها في الغالب بتكون غامضة ولا يمكن التكهن بمآلاتها بين هذا وذاك. لك أن تقيم أنت أمورك ومعتقداتك وطريقة تفكيرك، ولك الخيار بتحديد مسار حياتك اللي أنت وحدك فيه رح تتحمل نتائج قراراتك. يا رعاك الله. أنا شادن صالح، لا تنسوا تتابعوني في برنامج جدل على شبكة منصات اللي رح تلاقوا كل لينكاتها بأول تعليق. سلامات.